تعالوا بقى نشوف السلطه بتاعتنا النهارده. سلطه الخضار المشوي معموله بطريقه جميله وخفيفه جدا. عندنا طماطم اهي زي ما هي كده، حطيتها مشويه في الفرن مع الفلفل مع البصل كلهم مع بعض، تحتيها ورق زبده ورشه ملح، زيت زيتون. بعد كده عملت ايه؟ قشرت الطماطم وقشرت الفلفل. طبعا احنا عارفين الفلفل والطماطم بيتقشروا ازاي، البصل انا اوريدي حطاه كده. الطماطم او الفلفل بنحطه كده زي في كيس ثلاجه عشان يعرق كويس قوي، بنقشره، دي اسهل طريقه ليه. خلاص، فاول حاجه هعملها اهو كده الخضار المشوي، ريحته جميله جدا دي كده. اول حاجه الخضار المشوي هحط معاه ايه بقى؟ عندنا لسلطه الخضار المشوي دبس رمان، عصير ليمون، طحينه، بقدونس، خلاص، وممكن رشه فلفل اسود. الملح بالذات ممكن ما احطوش، ان في دبس رمان وفي ليمون فممكن ان انا استغنى عنه. اهو هحط عصير ليمون مع الخضار كده، وابتدي ان انا في الكبه بتاعتي او بده. تمام. طيب هبتدي احط معلقه من دبس الرمان، مش كتير، نخلي بالنا دبس الرمان كتره بيضيع علينا طعم الوصفه. معلقه صغيره الطحينه، شايفين انا ما حطيتش ميه لان انا شايفه ان الخضار هينزل ميته مع عصير الليمون فممكن ما احتاجش ميه، بس الوصفه دي من الوصفات الجميله جدا لسلطه الطحينه بالخضار المشوي مع دبس الرمان والايه والبقدونس. هنحط كده حبه بقدونس. بصوا طبعا انا هنا انا صايمه، الوصفه دي محتاجه ان احنا ندوق، يعني في ناس بتعرف تدوق يعني محتاجه ان احنا قبل ما نقدمها على السفره بتاعتنا لا نبقى دايقينها. ودي بقى لو اتعملت قبليها بيوم واتحطت في التلاجة بتبقى طعمها حلو جدا. دي كل ما تتحط كده في التلاجة شوية وتهدى كل ما تدينا طعم حلو قوي. دي ده كده طبق الايه السلطة بتاعي الحلو ده، هبتدي احط فيه